وياكم شرح مادة الكوميونتي أنا وبعض الزملاء اللي راح يساعدوني. فكرة الموضوع هو دمج محاضرات المستنصرية ويا محاضرات العميد حتى يعني نتفادى الخربطة اللي صارت ويانا العام، إنه بحيث يكون ملف واحد شامل لمادة المستنصرية زائد مادة العميد. نبدي نعرف شنو هي الإبيدميولوجي. الإبيدميولوجي هو علم الأوبئة أو الوبائيات. إحنا هسه دريت مثلا ناخذ عليه مثال، فإحنا كان عندنا قبل فترة معينة وباء كورونا الكل يعرفه. بالنسبة لوباء كورونا منو كان المسؤول عليه؟ كان مسؤولين عليه مختصين الأوبئة اللي هم إبيدميولوجيست. نبدي هسه كتعريف علم الأوبئة. علم الأوبئة صراحة إلى كلش هواي تعاريف، بس كتعريف سهل اللي هو the study of frequency distribution and determinant of health phenomena. زين هسه أنا ليش قلت بهذا التعريف؟ قلت ال health phenomena، ليش ما قلت ال disease؟ ال health phenomena شنو معناها؟ بالنسبة لل health phenomena هي معناها أي عرض أو شغلة يستخدمها الإنسان ممكن راح تؤدي إلى تفاقم هذا المرض. يعني مثلا السموكينج، الاوبيسيتي، مال نيوتريشن، كلها تعتبر هيلث فينومينا. فاللي هي راح تكون اساس دراستي هي الهيلث فينومينا من ادرس علم الاوبئة. نبديهن واحدة واحدة اللي هي عندنا frequency distribution determinant. الفريكوانسي is the quantity of occurrence of disease or any other health phenomena. يعني انه انا راح ادرس كمية ممكن حصول هذا المرض او اي health phenomena راح تسبب الانسيدنس مال هذا الديزيز. احنا هسه راح تجينا اللي قدام ونوضحها اكثر ان شاء الله. بالنسبة للديستريبيوشن، ديستريبيوشن نقدر نعرفها من خلال ثلاث كلمات اللي هي الهو والوير والوين. بالنسبة للهو يعني مثلا هذا المرض انا نريد ادرس الهيلث فينومينا مالته، ادرس علم الاوبئة بصورة عامة عن هذا المرض، لازم ادرس الديستريبيوشن مالته التوزيع. وكأعرف الديستريبيوشن عن طريق ثلاث كلمات اللي هي الهو والوير والوين. بالنسبة للهو هو البيرسون، البيرسون يعني اي فئة من الاشخاص اللي انصابت بهذا المرض، مثلا الاولد ايج، ميدل ايج، الكيدز انصابت بهذا المرض. اما بالنسبة للوير اللي هو البليس، يعني مثلا اللي المكان اللي انصاب به، يعني مثلا المرض وين صار، بأي مكان صار، بالشمال، بالجنوب، أفريقيا، إلى آخره. بالنسبة للتايم أيضا اللي هو الوين، إنه مثلا صار بأي فصل من السنة، صار بالشتاء، بالصيف، وإلى آخره. نجي لموضوع الديتيرمنت. الديتيرمنت هو الكيسز and factor influence risk increasing or decreasing the disease. يعني نقدر نعتبرها ككيسز اللي هي المسبب، انه نقدر نعتبره ايضا الفاكتور اللي ممكن ساعد بانه هذا المرض يتفاقم او يقل. عندنا هذه الكيسز اما او الفاكتورز، اما تكون هوست فاكتور او تكون انفايرمنتال فاكتور. بالنسبه للهوست فاكتور هي يعني الفاكتور اللي تكون عند الشخص نفسه اللي تؤدي الى تفاقم المرض. يعني مثلا الشخص مصاب بالانفلونزا، يعني اذا كان مثلا عمره 20 يختلف عن اللي عمره 70 سنه المناعة وهالأمور. مثلا إذا نريد نعطي مثال تاني، مثلا عندنا البيبتيك ألسر، فهي تصيب المين أكثر من الومن. نجي لموضوع الانفيرمنتال فاكتور. الانفيرمنتال فاكتور يعني بالنسبة للوضع البيئي هم راح يؤدي إلى، هم لازم ندرسه من خلال علم الأوبئة. يعني مثلا عندك الملاريا راح تصير فصل الصيف، وعندنا الكلازار راح تصير فصل الشتاء. فنعرف إنه إحنا كل أكو كل مرض ممكن إلى فصل معين راح يجي فيه. نجي بالنسبة لعلم الأوبئة، الإبيدميولوجي based on two fundamental، يعني راح يعتمد لنا على فريضتين أساسية. A human disease does not occur at random. شنو أقصد يعني بهذه الكلمة؟ يعني مثلا إنه هذا المرض ما راح يصير بصورة عشوائية، لأنه إذا صار بصورة عشوائية أنا ما أحتاج أدرس علم الأوبئة أصلا. علم الأوبئة المفروض يشال من الطب إذا كان المرض يحدث بصورة عشوائية. يعني مثلا إذا نريد نقربها إنه فد أول مثال قدام نوصل له. A human disease has etiological and preventable factors that can be identified through systemic investigation. يعني
انه اريد اوضح هذه النقطه، فاني انه مثلا ماكو مرض ما له كيس معين سبب معين انه ادى الى هذا المرض. فانا بصوره عامه اذا منحت الكيسز راح امنح هذا المرض نفسه. مثلا بابا كورونا فانطونا هواي اشياء لازم نمتنعها ومثلا نلتزم بيها، مثلا ما نسافر، نلبس كمامه، نعقم ايدينا. اذا طبقنا هذه الامور ما كان انتشر فيروس كورونا، انه صار الخلل من عندنا وما التزمنا فادى الى تفاقم المرض. نجي هذا الفتشي مو مهم، انه علم الاوبئه ينقسم الى 3 كلمات والفتشي مهم ابد، واللي هو ابون ذا بيبل راح يكون يتمحور على البيبل نفسه. نجي لموضوع هيبوكريت. هيبوكريت من هو؟ هو عالم وحاليا يسمى يعني ابو علم الاوبئه، فاذر اوف ابيدميولوجيز. يعني هسه احنا انه مثلا علم الاوبئه كان له كلش هواي تعاريف، من ضمن واحد من التعاريف اللي كانوا يستخدموها قديما انه علم الاوبئه هو انه مثلا الشخص من يصاب بمرض معين فهو ملبوس، فكانوا يحبسونه ويضربونه ويعذبونه والى اخره. فمن اجى هيبوكريت اللي هو احد العلماء اللي يعتبر فاذر اوف ايدمولوجي، خلانا 5 قواعد اساسيه. قال اذا عرفنا هاي القواعد الاساسيه راح نعرف هذا المرض شنو، يعني شنو اللي سبب لنا هذا المرض. اولا ذا سيزون اوف ذا يير، يعني مثلا اذا كان هذا المرض فصل الشتاء او فصل الصيف. اذا لازم نعرف ايضا الوينت، اتجاه المرض منين جانا، اللوكيشن الموقع مالته، يعني مثلا جنوب شمال افريقيا الى اخره. مود اوف لايفنج بالنسبه للامراض اللي تصير عند الاغنياء تختلف عن الامراض اللي تصير عند الفقراء. الامراض اللي تصير واحد من الامراض اللي يصير عند الاغنياء اللي هو الكاوت اللي يسمونه داء الملوك ايضا. اما الامراض اللي تصير عند الفقراء فعندنا هواي من ضمنهم يعني مال نيوتريشن تي بي الى اخره. ايضا نوعيه الورك هم راح تفرق، تايب اوف ورك. هذا نفس الموضوع نعاد هنا وين وير انت هو اللي هنا قلناها جزء من الديستريبيوشن. فاحنا ليش راح نعرف الوين الديستريبيوشن مال علم الاوبئه؟ ليش لازم نعرفه حتى نستخدمه وين؟ كاول نقطه نستخدمه كنترول ذا سبريد اوف ذا ديزيز اند بريفنت فيوتشر اوت بريك. يعني انا احاول اسيطر على هذا المرض، احاول اسيطر على انتشاره وامنع التطورات هذا المرض. Change of the pattern of infectious disease، أحاول أسيطر على النمط أو أغير من نمط infectious disease. Discovery of new infection، أحاول أستكشف الانفكشن يعني قبل لا يجيني. The possibility of that some chronic disease that have infection origin. Importance of epidemiology of communicable disease for health. يعني أنا ليش استفاد من إنه درست علم الأوبئة؟ كنقطة أولى continuous presence cholera، يعني بالنسبة لمرض الكوليرا هذا أنا عندي كل سنة مرض غير متوقف يجيني بالصيف أغلب الأوقات، فحاول إنه بأكثر طريقة أسيطر عليه. eradicated smallpox، أحاول يعني smallpox هو الجدري، نسوي eradicated حاليا هو انتهى الجدري، انتهى هذا المرض يعني بسبب السيطرة عليه. re-emerging TB and emerging new COVID-19، يعني الامراض اللي تجيني بالمستقبل مثلا كوفيد 19 احاول اسيطر عليها، احاول اسيطر على انتشارها، وهذا تعتبر فوائد علم الاوبئه. Change of pattern of communicable disease، يعني شلون تغير نمط الcommunicable disease، شلون حاولت اسيطر عليها، شلون اقدر اسيطر عليها واغيرها للاحسن، يعني وهي حاليا صارت للاحسن شلون. This might be due to improvement in nutrition, better sanitation, and housing immunization and antimicrobial chemotherapy. إنه ممكن هذا السبب سبب إنه التطور اللي صار بالنيوتريشن اللي هي الغذاء والسنتيشن اللي هي الصحيات والاميونيزيشن والانتيمايكروبيال كيموثيرابي كلها أدت إلى تحسين الكوميونيتي ديزيز. Infections such as diphtheria, poliomyelitis, and tetanus have decreased and in some locations have almost disappeared due to immunization. بالنسبة للدفتيريا والبوليمالايتس and tetanus هاي الأمراض شوية بدأت تقل أو أصلا بدأت تختفي بسبب اللقاحات اللي نعطيها. Smallpox has been eradicated ونفس ما قلنا. نجي بالنسبة للfield of application of epidemiology، يعني الأماكن اللي راح أستخدم بيها الإبيدميولوجي لعلم الأمراض.
بالنسبة لعلم الأمراض فإنه هو راح نستخدمه بكل الفيلدات الطبية تقريبا. يعني نقدر نقول ماكو فيلد طبي ما راح استخدم فيه أنا علم الأوبئة من هذه الفيلدات، مثلا الأطفال، أيضا النيوتريشن، مينتال، اتروجينيك ديزيز، وأهم فرع عندنا ذا ستدي أوف إنفكشن ديزيز، هذا مين كونسيرن. وايضا حاليا يستخدمونه ايضا حتى بالطب البيطري، انا هم استخدم علم الاوبئه ضروري. يعني بالنسبه للابيدميولوجيكال تراينجل، يعني مثلث العلم، مثلث علم الاوبئه، هيعتمد على ثلاثه فاكتور اللي هي الهوست والايجنت والانفايرمنت. بالنسبه للهوست اللي هو مستقبل المرض، والايجنت اللي هو اللي حيسبب المرض، والانفايرمنت البيئه. فهاي الفاكتور الثلاثه لها علاقه بالنسبه لعلم الاوبئه. الهوست يختلف اذا كان الايج، جينيتيك بروفايل، بريفيوس ديزيز، اميون ستيت، ريليجن، كاستم، اوكيبيشن، رايتال ستيت، فاميلي باك جراوند. فالايج هنا نعرف اذا كان 20 اصاب بمرض يختلف عن اللي اصاب وهو عمره 70 سنه. كذلك ايضا السكس اذا كان ميل او فيميل فراح يفرق. جينيتيك بروفايل اكو اشخاص يعني مناعتهم تكون ضعيفة بسبب الجينات الوراثية مالتهم. الاوكيبيشن والمرايتال ستيت كلها حتفرق ايضا. بالنسبة للايجنت، الايجنت اما يكون بيولوجيكال او فيزيكال او كيميكال او نيوتريشن. يعني كبيولوجيكال بكتيريا او فيرال راح يفرق، اذا كان كيميكال بويزن الكحول او سموكينج، او اذا كان فيزيكال تروما فاير نيوتريشن ليك او اكسس. environment ايضا راح تفرق، لو كانت crowding او الوتر شوي يكون مزين، الميلك، الفود، pollution اللي هي التلوث والنويز الزعاجات ايضا حتفرق بالنسبة للديزيز. نجي لموضوع الانفكشن. الانفكشن is the entry and هاي المواضيع راح امشي بيها على السريع لانه مراجعة ماخذينها، يعني كلها ماخذينها بالثالثة فمجرد مراجعة. infection is the entry and development of multiplication of an infection agent in the body of man or animal. يعني الـ infection ما راح اسميه infection اذا ما سوى multiplication داخل الـ host نفسه سواء كان الـ man او الـ animal. an infection does not always cause illness. مو دائما الـ infection راح يسوي لي مرض. there are several levels of infection, gradient of infection. اما قد يكون colonization او subclinical او latent infection. بالنسبة للcolonization انه مثلا هذا الايجنت راح يصب له مكان معين، مثلا السكين او النورمال نيزل فرانكس، وراح يبقى ثابت فيه لفترة معينة. اما subclinical انه هذا انه الشخص مصاب بالمرض، مثل البوليو اللي هسه حناخد عليه مثال. الشخص مصاب بالمرض هذا بس ما عليه اي عرض، او قد تكون اعراض خفيفة جدا ما بينه، يعني المرض يجي ويخلص انه ما حاس بيه انت. نجي latent infection ايضا. latent infection the host doesn't shed the infection agent which lie dormant within the host without symptom. the virus الهربس سيمبلكس، اني راح يظل ادي هذا الفيروس من يصيبني، انه راح يبقى فترة معينة طويلة كلش انه هو خامل، ما راح يعطيني اي symptom معينة، فهاي الفترة احنا راح نسميها latent infection. اما بالنسبة للموضوع الـ apparent infection، هو an acute infection may cause little or no clinical symptom. مثل البوليو فيروس. البوليو فيروس هذا نوع من انواع الفيروسات اللي راح يصيب الشخص بس ما راح يخلي عليه اي symptom او عرض، او ممكن يعطي اعراض بسيطة جدا. يقول لك ان انا over 90% are without symptom، يعني 90% من الحالات انا ما عندي اي سبتم اصلا وانا مصاب بهذا. فهذا هو الابرنت انفكشن. نجي موضوع حلو وسهل وصار كم سنة ناخذه وهم ننسى وما نفهمه. ابيديميك، انديميك، بانديميك. نجي كموضوع الانديميك، نبديه بالسرعه حتى نحاول نبسط الموضوع. انا راح احاول اشرح لكم اياها بطريقه حلوه. بالنسبه لموضوع الانديميك، الانديميك شلون افهمها؟ هو أنا عبارة عن مرض مستوطن بمكان وأنا متوقع هالنسبة ما تتعدى هالسنة. يعني مثلا أنا عندي بالعراق إنه عندي نسبة فد 10% من العراقيين راح يصابون انفلونزا كل بداية شتاء أو كل شتاء. مثلا نطي مثال ثاني، مثلا الملاريا هي تعتبر انديميك بالأفريقيا،
توقع حصوله سنويا وهكذا. أما إذا نجي لموضوع الإبيديميك، الإبيديميك هو شنو؟ هو نفس الإنديميك بس هالمرة شنو الطاني above the expected، طاني حالات أو أكثر من اللي أنا متوقعها. وضحت شلون؟ يعني مثلا إذا أريد ناخذ عليه مثال، مثال ناخذ عليه الإيدز، الإيدز في some country of أفريقيا إنه ممكن كل سنة عن سنة راح تختلف هذه الحالات. مثلا هاي السنة صار 100 حالة، السنة اللي بعدها صار 1000 حالة، فهي صارت تحولت من إنديميك إلى إبيديميك وهكذا. نجي لموضوع البانديميك، البانديميك إنه أنا نفس حالة إنه صابت عندي، مثلا نطلع عليها مثال، مثلا فيروس كورونا من صاب للصين مدينة ووهان، فمن صاب لهذه المدينة، فبنفس الوقت يعني ورا فترة معينة من الزمن هو انتشر لكل العالم at the same time يعني، وانتشر بصورة سريعة جدا يعني. وهم لازم ننوه على الشغلة انه مو لازم تكون حالات وفاة هواي وحالات وفاة عالية، انه البانديميك شرطة انه تكون حالات كلش هواي مصابة ومنتشر باكثر من دولة بنفس الوقت. اذا اريد ناخذ عليه مثال اللي هو الكوفيد 19، ان شاء الله اوضحان هنا أنا هاي الصور توضح لكم الموضوع. هذا هنا مثلا هذه نعتبرها وهان، وبنفس المكان الكرة الأرضية كلها عندها إصابات الكورونا فيروس. هذه المواضيع نمشي بها على السريع، إنه أصلا ما يحتاج نشرحها لأنه إيزي. نجي الأجنت فاكتور أوف إنفكشن، يعني العوامل اللي يمتلكها الأجنت اللي حيسوي لنا إنفكشن وحتفاقم من المرض. يعني نقول عوامل الشراسة مال infection نفسه الأجنت. أولا عندنا الفيرولنسي is a pathogen or microorganism ability to cause damage to host to the host. The pathogenicity of an organism its ability to cause disease is determined by virulence factor. الفيرولنسي factor راح تحدد لنا الباثوجينيسيتي مال organism، كل ما كانت أقوى كل ما كان يسبب مرض أكثر. The case for fatality rate and is one way to measurement the virulence. Case fatality rate for infection disease in a population of infection individual who died of the infection. صح إحنا دارين نعرف شنو هي ال case fatality rate. ال case fatality rate مثلا عندي أنا 1000 شخص انصابوا فيروس كورونا، نسبة اللي توفوا من هذول 1000 شخص مثلا عندي توفوا 10 أشخاص من هذا الألف، فهذول العشرة أشخاص أنا أعتبرهم the case fatality rate وهكذا. الأشخاص المصابين فقط نأخذ من عندهم الأشخاص اللي توفوا عدد معين، وهذا هي ال case fatality rate. نجي للنقطة الثانية invasiveness اللي هي the ability to invade tissue، يعني إن هي قابلية الميكروأورغانيزم على invade the tissue، وأيضا إنه mechanism for colonization, adherence, and initial multiplication and production of extra cellular substance. ما هي قضية الفيروس على الانفيد اللي هي الاختراق يعني. التوكسيك العامل الثالث بالأجنت مال الفاكتور مال الأجنت حتى يصيب الشخص. قلنا أول نقطة الفيرولنسي، النقطة الثانية الانفيد، النقطة الثالثة التوكسيك. بالنسبة للتوكسيك هو يعتبر الماجور فيرولنسي فاكتور، يعني أكثر فيرولنسي فاكتور هو عندنا التوكسيك. وإحنا نعرف إنه البكتيريا عندها تو تايب أوف توكسينز اللي هو الإندو أند إكزوتوكسين. بالنسبة للإكزوتوكسين اللي هو التوكسين اللي حتخلي البكتيريا أول ما تدخل الهوست، أما بالنسبة للإندوتوكسين اللي هو التوكسين اللي حتخلي البكتيريا بعد ما تموت بواسطة الاميون سيستم. Number dose of infection يعني it is estimated number of organism or virus particle required to produce infection in 50% of normal adult human exposed by equivalent. شلون نوضح الدوز مال infection؟ عندنا مثلا انه شخص مصاب
مثلا أمثلها على نفسي، أنا كنت مصاب بالإنفلونزا، دخلت بقاعة مال المحاضرة بيها 100 شخص، إذا أنا صبت فد من طلعت هاي الفترة، من طلعت من القاعة أنا صبت 10 أشخاص بس، فهاي تعتبر الدوز أوف إنفكشن مالتي مو كلش خطرة. بس مثلا إذا أنا دخلت بقاعة بيها 100 طالب وطلعت من طلعنا من القاعة 50 طالب مصاب، فأنا هاي الدوز مال إنفكشن مالتي كلش خطرة. واضح هالشي إن شاء الله. تشو سيلكتيفيتي اللي هو التروبيزم، التروبيزم هو ability of a given pathogen to infect specific location أو organ معين. التروبيزم هي عبارة عن إنه قابلية هذا الباثوجين agent اللي حيصيب الهوست على إنه يصيب له specific location، يعني مثلاً كل مثلاً نقدر نقول ستاف أوريوس راح تكون للسكن أغلب الأحيان وهكذا. antigenicity اللي هي الانتيجين الخاص بالايجنت اللي هو سواء كان بكتيريا، فاللي راح تؤدي الى تحفيز الجهاز المناعي. نجي موضوع الفايبلتي اللي هم كلش شيء مهم، يقول لك microbes that are viable، يعني راح اوضح لكم اياها بسالفة بسيطة. يعني هسه سأل بعض الميكروب انه مثلا تخليها تشيلها وتخليها بجسم الانسان فهي راح تكون عايشة وتتغذى على جسم الانسان، بس من اطلعها بدي اخليها بكلتشر معين فهذا مو ظروفها المناسبة، ما راح تنمو على هذا الكلتشر. يعني هي تريد فد ظروف معينة حتى تنمو بيها. causative agent اللي هو المسبب المرضي. عندنا organism characterized by antigenic change shift and drift مثل الانفلونزا فيروس. كنا نعرف الانفلونزا فيروس عنده antigenic shift و antigenic drift. بالنسبة للشيفت احنا نعرف اذا دخلن فد فيروس يعني معينة الى جسم نفس الشخص، فهاي الفيروسين انه راح يتجلي ينتجن فيروس جديد، فهذه نسميها انتيجينيك شيفت. اما اذا مثلا مجرد غيره بالسيرو تايب فهذا الانتيجينيك دريفت. ناخذ مثال عن البالمونري تي بي عن اذر ديزيز وير تريتد كيسز باي سبيسيفيك كيموثيرابي از نوت كيرد بات بيكوم انكتيف اند وي اكسبوز تو اكتيفيشن under adverse predisposing conditions. شنو قصدي بهاي العبارة؟ قصدي بالنسبة للتيوبركلوسيس أو بعض الأمراض الثانية أنا راح أعطيها من نعطيها علاج كيموثيرابي، مجرد حصل نوع active factor ومن توفر لها predisposing condition، يعني من توفرت لها الظروف المناسبة راح ترجع. هذا مفتشي مهم جدا. host factor، هوست فاكتور هاي ما نحتاج ندخل بها ديب لأنه نعرفها. أما عندنا تايبين من الهوست فاكتور واللي أخذناها بالبراسايت العام اللي هي برايمري ديفينيتيف هوست والسكندري اللي هو الانترميديت هوست. بالنسبة للانترميديت هوست هو راح يكون الهوست اللي قبل لا يصيب الديفينيتيف هوست، يعني مثلا شلون عندك الشيستوسوميا، فإذا ناخذ الانترميديت مالت هوست مالتها اللي هو يكون سنيل، الديفينيتيف هوست هو آخر شيء اللي راح يكون هيومن. واضح هالموضوع ما يحتاج نعيد بيه هواي. ومثلا بعض الامراض مثل الملاريا والهيادة الديزيز انه المان راح يكون هو اصلا الانترميديت هوست. A variety of factor interesting to the host sometimes cause risk، يعني شنو الريسك فاكتور اللي حتأثر او تؤدي لتفاقم هذا المرض. resistance and immunity، المقاومة والمناعة اللي عندك. genetic factor مثلا واحد مناعته قوية من الجينات اللي عنده. physiological factor، sex factor، age factor، susceptibility to chemotherapy and antibiotic، تعرض للكيموثيرابي والانتبايتك هاي راح تفرق بالنسبة للمناعة. the infection disease in order to secure the must be the following، يعني بالنسبة للinfection agent انا شلون اعرف هذا infection ناجح لو infection غير ناجح، يعني مدهي. اولا the agent should be multiline، the agent should be have this susceptible host، exit from that host should infect another host. يعني هسه مثلا انا صابت بالانفلونزا، المفروض الانفلونزا راح تتكاثر عندي وبعدين راح تخرج من عندي من نفس الروت، وبعدين المفروض تصيب غير شخص. اذا صابت غير شخص وطلعت من عندي فهذه تمام، يعني agent تمام كل ظروفه. هسه راح ناخذ مثال عن هذا. ميزلز فيروس بورتال اوف انتري از ابر ريسبيراتوري تراكت، يعني
يعني مثلا بوابة الدخول مال ميزلز هو الأبر ريسبيراتوري تراكت should be susceptible host. المفروض تدخل الهوست بصورة معينة then the patient will have upper respiratory tract infection سوى upper respiratory tract then catarrhal stage. catarrhal stage هي عبارة عن فترة المرض يعني من أسبوع إلى أسبوعين راح يصير عنده sneezing راح يصير عنده عطاس راح يصير عنده كف إلى آخره لمدة أسبوعين which followed by a complication the portal of exit is upper respiratory tract أيضا وراح ينقل للبقية بالتالي هو succeed disease صاير اي نجي بالنسبه لموضوع الكونتامينيشن كونتامينيشن يحتاج شيء هو اي شيء ملوث يعني مثلا ذا انفكشن ايجنت اون ا بودي سيرفيس اور ان ذا كلوزنج بيدنج تويز سيرجيكال انسم بيدنج هي السرير او الفراش تويز الالعاب سيرجيكال انسم يعني اذا كانت ملوثات فاكيد راح يفرق عن بالنسبه للمرض نجي لموضوع الانفستيشن الانفستيشن it is the lodgement development يعني بسرعة ما هو اي شيء انه راح يسوي لنا اتش سواء كان نقل عن طريق فد مايتس او اني ورم اسكارياسيس ممكن contagious disease اللي هو اي مرض راح يكون مادي one of that transmitted through contact اي مرض مادي ينتقل عن طريق الكونتاكت نقدر نعتبره هو contagious disease مثل سكيبيز وتريكوما واستيدي والليبروس استيدي اللي هي sexual transmitted disease فيكتور اوف انفكشن اللي هو مثلا اي شيء راح ينقل لنا الويست مثلا سواء كانت انسكت او ان لايفنج كارير مجرد هذا حينقل المرض من شخص لشخص ليتنت بيرد ذا بيرد بتوين اكسبوجر اند ذا اونست اوف انفكشن يعني الفتره انا يعني مثلا اصابه التي بي راح يكون لها فتره خمول كلش طويله فد سنين فهاي الفتره انه من انا تعرضت لحد ما طلعت عندي الاعراض هاي اعتبرها ليتنت انفكشن انه قد تكون اصغر او اكبر من الانكوبيشن بيريد جنريشن تايم از ذا تايم تيكن فور ا بيرسون فروم ريسيفينج اوف انفكشن تو ديفلوب ماكسيمم انفكتيف يعني الوقت اللي راح ياخذ الشخص من استلام هذا الانفكشن لحد ما يصير ماكسيمم انفكشن از روفلي ايكوال تو ذا انكوبيشن بيريد اوف ذا ديزيز دائما ما تكون مشابه الانكوبيشن بيريد الوقت مالتها نجي للانكوبيشن بيريد time from exposure to development of disease no الوقت من انا تعرضت لحد ما تطور عندي هذا الديزيز in other words the time interval between invasion by infection agent and appearance of the first sign and symptom of disease any question يعني هي الفترة اللي من بداية تعرضي للانفكشن لحد ما ظهرت عندي الساين والسبتم مدين median incubation period هاي حكيناها فوق بس شوفوا بس نحاول نفرق بين latent infection وال incubation period latent infection هي تكون البيرود between exposure and the onset of infection يعني هنا أنا بداية التعرض مالتي للمرض وبداية التعرض إلى بداية ال infection لا هنا أنا from exposure to the development of disease يعني لحد ما ظهرت عند الساين والسبتم هناك لحد ما بدأ عند المرض يظهر تفرق هذه نجي بالنسبة لهذا الموضوع هذا الموضوع بالنسبة للمحاضرة ما موجود بيها بس ضفناه لأنه نحتاج كل المواد تقريبا اللي هو type of prevention يعني شلون أحمي نفسي من مرض معين نجي مثلا أول primary prevention primary prevention هي عبارة عن أنه شلون نقول أمور أسويها للوقاية من المرض يعني انا مثلا اكو مثلا فيروس جديد مثلا الكورونا فانا شلون احافظ على نفسي من عده احاول اعقم احاول البس كمامه من اطلع احاول ما اسافر والى اخره سكنت انا بريفنتيشن انه بهيج حاله مثلا اكو انا صار عمري 60 سنه فانا معرض لهواي امراض فاحاول كل فتره معينه اروح اراقب البلد بريشر مالتي يعني بعدني ما مصاب انا بهالفتره هاي اراقب البلد بريشر مالتي اراقب السكر مالتي والى اخره تيرشر بريزنتيشن انا بهالحاله مصاب عندي ساين وسبتم بس من احاول اعالج تريتمنت ديزاين تو امبروف كواليتي اوف لايف احاول صحتي اعدلها واقلل السبتم افتر ذا ديزيز اور ديسوردر هاف ديفلوبد بعد ما تطور عندي المرض شكرا جزيلا شباب وان شاء الله محاضره اليوم خلصت ان شاء الله الشباب ما راح يقصرون وياكم بال
امسكوا اللي راح تنزل، والتوفيق لكم ان شاء الله. واي نوت عندكم تقدرون تنزلوها بالجروب او اي شغله ما فاهمينها.